نظرا الى عدم عرض حلقات اعرف عدوك في الاسبوعين الماضيين بسبب التظاهرات التي عمت العاصمه بيروت سنورد عددا كبيرا من الاخبار التي حدثت او نشرت سابقا في كيان العدو الاسرائيلي في هذه الحلقه نظرا الى اهميتها ومتابعتها المستمره. فقد انهمك العدو في توجيه الرسائل العسكريه حيث عمد الى اجراء سلسله مناورات عسكريه واسعه في الجبهه الشماليه والجولان المحتل اثارت مخاوف أوساط إسرائيلية من احتمالات انفجار الوضع هناك في غضون ذلك وصل مفهوم الديكتاتورية والقمع المتجذر في كيان الاحتلال إلى حد إقرار الكنيسة قانون البث العام الذي يمنع التعبير عن رأي شخصي في برامج البث العام بهدف إزالة برامج توجه انتقادات للحكومة الإسرائيلية بعد سلسلة مناورات تبعت العقيدة الإسرائيلية العسكرية الجديدة وأولى بنودها نقل المعركة إلى أرض العدو، جيش الاحتلال يجري مناورة جديدة بهدوء يجري فيها إخلاء المستوطنات واستبدال السكان بالجنود في خطوة هي الأولى منذ إعلان ما سموه إسرائيل عام 48، كما أجرى العدو مناورة داخل مزارع شبعة. بهدوء ومن دون ضجيج انهت المؤسسه العسكريه بلوره خطه اخلاء المستوطنات المحاذيه للحدود وقد اشارت صحيفه معاريف الى ان الخطه وضعت بناء على التقديرات السائده لدى الاستخبارات العسكريه بان المواجهه المقبله في الشمال ستمتد سريعا الى داخل الاراضي الاسرائيليه فيما يحتم العمل والاستعداد لمواجهه هذا الخطر خطه الاخلاء تنص على سحب المستوطنين من اكثر من عشرين مستوطنه قريبه من الحدود في اتجاه اماكن اكثر امنا في الوسط والجنوب وهناك مستوطنات سيطلب من سكانها السير مسافات طويله قبل نقلهم بالحافلات فيما سينقل سكان مستوطنات اخرى بصوره اسرع وكل ذلك بحسب ظروف المستوطنه واوضاعها في الخطه المقرره سيتم استبدال السكان بجنود احتياط يجري توزيعهم في المنطقة الحدودية مثل نهرية وكريات شمونة والمطلة ضمن وحدات عسكرية تقرر في موازاة ذلك العمل على تأسيسها ايضا نفذ جيش العدو نهار الخميس مناورة واسعة داخل مزارع شبع المحتلة، استخدمت فيها الاسلحة الرشاشة والمدفعية الثقيلة، بحيث احصي سقوط نحو 50 قذيفة اسرائيلية من عيار 155 ملم في ساعات الصباح الاول داخل الطرف الشمالي للمزارع المحتلة في ظل تحليق طائرة من دون طيار في اجواء المزارع ومرتفعات جبل الشيخ. وبالتزامن سجلت حركه اليات مدرعه للعدو في الجهه الغربيه لمزارع شبعه وكانت سلطات الاحتلال قد اعلنت انها بدات نشر منظومه مراقبه ورصد على الحدود الشماليه مع لبنان وسوريا قالت انها الاكثر تطورا في العالم وتمكن جيش الاحتلال الاسرائيلي من تحسين منظومه جمع المعلومات وتطوير ادائه العملياتي في ضوء تخوفه من اي انزلاق امني وذكرت صحيفه معاريف نقلا عن مصادر عسكريه اسرائيليه ان المنظومه المسماه كره بلوريه تستخدم اجهزه استشعار في اماكن مختلفه وتقلص المده الزمنيه لرد القوات على التهديدات وتحديدا ما يتعلق بحوادث عملياتيه على الحدود في اطار المناورات جرت في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة مناورة راد سلاج الجوية بمشاركة أسلحة الجو الأمريكية والإسرائيلية والأردنية والسنغافورية بعد أن توقفت في السنوات الست الماضية وقد تدربوا على مهاجمة أهداف بعيدة مثل إيران. في غضون ذلك أجرى جيش الاحتلال مناورة عسكرية في البحر الأحمر عبرت خلالها سفن البحرية الإسرائيلية مضائق تيران وهي ترفع العلم الإسرائيلي. وفي تقرير إن اعده مراسل اذاعه الجيش اكد ان شواطئ سيناء تبدو من احد جوانب سفينه الاحتلال في حين تبدو شواطئ السعوديه من الجانب الثاني. وفي هذا الاطار العدو يواصل نهبه نفط الشرق الاوسط وقد اجرى مناوره واسعه لحمايه استخراج الغاز من البحر الابيض المتوسط. اجرى سلاح البحريه الاسرائيلي ولا سيما وحده الكوماندوس البحري مناوره واسعه لحمايه منصات استخراج الغاز البحريه في البحر الابيض المتوسط وتضمنت المناوره اعاده السيطره على منصه بعدما افلح مقاومون في اقتحامها والسيطره عليها وفق السيناريو الافتراضي فضلا عن التصدي لصاروخ استهدف المنصه عن بعد وتضمنت المناوره سيطره مسلحين على المنصه واخذهم رهائن والمشكله الاساس في المناوره كانت انه محظور على القوات فتح النار خشيه اشتعال الغاز واشارت الصحف الاسرائيليه الى ان سلاح البحريه كشف امس النقاب عن سلسله مناورات واختبارات اجريت اخيرا في المياه الاقتصاديه الاسرائيليه بغرض تحسين مواجهه المخاطر المحتمله واضافت الصحف الاسرائيليه انه جرت تدريب على مجابهه محاولات قد يقوم بها افراد كوماندوس تابعون لاحدى المنظمات المعاديه على احدى المنصات وكذلك على اعتراض صاروخ ارض بحر من النوع الذي يمتلكه حزب الله وسوريا وجرى اعتراض الصاروخ بصاروخ مضاد من طراز باراك ثمانيه الموضوع على سفن الصواريخ الاسرائيليه وأوضح موقع يديعوت أن فرضية العمل في الجيش الإسرائيلي تقوم على أن حزب الله في وسعه ضرب منصات التنقيب التي توفر لإسرائيل حالياً 60% من حاجاتها من الكهرباء والمعروف أن 97% من البضائع ترد إلى الأراضي المحتلة عبر البحر ما يعني أن وقف الاستيراد بضعة أسابيع أو أشهراً كفيل بضرب الاقتصاد وأوضح سلاح البحرية الإسرائيلي أنه أنشأ شعبة خاصة لتركيز أمر حماية المياه الاقتصادية في الإطار نفسه بدأت أسهم شركات التنقيب عن الغاز في الأراضي المحتلة تعاني هبوطا حادا بعد اكتشاف أكبر حقل غاز معروف في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية، وقد أعلنت شركة الطاقة الإيطالية إيني اكتشاف أكبر حقل غاز في التاريخ في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية الذي قد يوفر لمصر احتياطات عملاقة من الغاز، وقالت إيني إن المعلومات الأولية توضح أن الاكتشاف الجديد يحتوي على احتياطي أصلية تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي بما يعادل خمسة مليارات ونصف مليار برميل نفط، وعلى صعيد التداولات انخفض سهم ديليك الإسرائيلية بنسبة 13.6% في بداية التعاملات في بورصة تل أبيب، وهبطت أسهم شركتي ديليك دريلنج وآرنر أويل التابعتين لديليك أكثر من 13%، وقال وزير الطاقة الإسرائيلية اليوالشتاينز ان الحقل الذي قالت ان انه قد يغطي حاجات مصر من الغاز عقودا قد تكون له تبعات على اسرائيل التي تتطلع الى تصدير غازها اذا ينشط الاحتلال اخيرا في استغلال كل ما يلزم لنهب الثروات الطبيعيه من المنطقه واستغلال مواردها واعلن رئيس الحكومه بنيامين نتنياهو قبل اسبوع رسميا بدا استغراج الغاز قباله سواحل المتوسط صادقت حكومة الاحتلال الاسرائيلي الاحد الماضي على اتفاقية الغاز المعدلة مع شركة نوبل انرجي الامريكية ومجموعة دلك الاسرائيلية لاستخراج الغاز قبالة سواحل فلسطين المحتلة في المتوسط، على ان يجري التصويت على الاتفاقية في الكنيست في شهري ايلول او تشرين الاول المقبلين، ويسمح الاتفاق لنوبل انرجي وديلك الاحتفاظ بملكية حقل ليفيتيان وهو اكبر حقل بحري في الاراضي المحتلة فيما يتعلق ويعين عليهما بيع أصول لهما في حقول أخرى من بينها تمار وبحسب نص الاتفاق تتعهد شركة ديلك الإسرائيلية بتخفيض حجم حصتها في حقول تمار وكريس وتنين لمدة ست سنوات فيما تخفض شركة نوبل انرجي الامريكية حصتها في حقل تمار الى 25%، كما سيبقى سعر الغاز خلال هذه الفترة تحت رقابة الدولة. كذلك ينص الاتفاق على ان تتعهد شركات الغاز بتطوير حقل لوفيتيان حتى عام 2019، وقد وصف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو صيغة الاتفاق بالتاريخية، لافتا الى انها سوف تدخل مئات مليارات الشواكل الى الاقتصاد الاسرائيلي، واشار الى ان المال الذي ستوفره هذه الصفقة سوف يذهب الى التعليم والصحة والضمان الاجتماعي وحاجيات وطنية اخرى، وياتي التصويت على اتفاق الغاز في الحكومة بعد اسابيع من سجال محتدم احتل عناوين الصحف ونشرات الاخبار في الاراضي المحتلة تحت عنوان مناقشة مستقبل الطاقة في الدولة العبرية، لا ان حقول الغاز التي اكتشفت ستحولها من دولة مستوردة للطاقة الى مصدرة لها، وتداخلت في المعركة التي نشبت في الساحة الاسرائيلية الاعتبارات السياسية مع المصالح الاقتصاديه لكل طرف إسرائيل تعتمد بشكل شبه كلي على النفط المستورد من كردستان العراق، هذا ما كشفته صحيفة فاينانشال تايمز الاقتصادية مشيرة إلى أن نسبة الواردات من كردستان تبلغ 75%، وقد أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن إسرائيل استوردت أخيراً من كردستان ما لا يقل عن 19 مليون برميل نفط، واعتمدت الصحيفة في تحقيقها على رصد لحركة ناقلات النفط ومعطيات التجارة البحرية، وقالت إن قيمة هذه الواردات من كردستان تصل الى مليار دولار وان هذه الواردات من النفط العراقي عبر كردستان توازي 77% من استهلاك اسرائيل النفطي البالغ 244 الف برميل يوميا وتشير الصحيفه الى ان الكميات المشار اليها تظهر ان نحو ثلث صادرات النفط من شمالي العراق المنقول عبر ميناء جيهان التركي تصل الى الاراضي المحتله فيما قسم من النفط العراقي هذا تعيد إسرائيل تصديره كما أن قسما آخر تقوم بتخزينه وتفيد فاينانشال تايمز بأن خبراء التجارة والصناعة يفترضون أن إسرائيل تستورد النفط الكردي بأسعار مخفضة لكن الحكومة الكردية في ذلك لا بد من التذكير أن موضوع عن النفط في كردستان وتصديره إلى الخارج كان ولا يزال موضع نزاع بين حكومة كردستان العراق والحكومة المركزية في بغداد الحكومات الاسرائيليه لم تعد قادره على اخفاء تطرفها وتطالب الباب فرانسيس بالاعتذار عن اعترافه بدوله فلسطين كشف عضو المجلس الثوري لحركة فتح ديمتري دلياني عن إصدار محكمة دينية يهودية مكونة من 71 حاخاما يعتبرون أنفسهم حكماء وامتداد للمحكمة الدينية العليا التي أدارت شؤون اليهود في حقبات تاريخية رسالة موجهة إلى حاضرة الفاتيكان تطالب قداسة البابا فرانسيس بالاعتذار عن اعترافه بالدولة الفلسطينية خلال أسبوعين مهددين بمقاضاة البابا أمام هذه المحكمة في العشرين من أيلول هذا العام وان لم يحضر المحكمه فستجري محاكمته غيابيا وكشف ديلياني مضمون الرساله الذي يحتوي على الكثير من الادعاءات الكاذبه حول تاريخ فلسطين ويسعى الى سلب الشعب الفلسطيني حقوقه الطبيعيه في وطنه ويحاول نكران اي حقوق لغير اليهود في فلسطين وإضافة إلى أن هذه المحكمة لا تحمل أي صفة قانونية تعطي وزنا لمسرحياتها لكن الخطورة تكمن في أن هذا المستوى الجنوني من التطرف الإيديولوجي يخرج من حاخامات لهم تأثير كبير على حكومة الاحتلال ولفت ديلياني إلى أن هذا الحدث يعكس مدى التطرف العميق في الأيديولوجية التي أقيمت عليها دولة الاحتلال وأن حكومة نتنياهو تمثل اليوم الراعي الأول لهذا الفكر المتطرف مقاطعه اسرائيل تضرب من جديد وهذه المره فيوليا اهم الشركات الفرنسيه المستثمره في الكيان العبري تنسحب ابلغت شركه فيوليا الفرنسيه الكيان الاسرائيلي رسميا سحب كامل استثماراتها من مشروع القطار الخفيف والذي ينوي الاحتلال تنفيذه لربط مستوطنات القدس المحتله، هذا ما اعلنته شركه مقاطعه اسرائيل بي دي اس فقال منسقها العام محمود النواجعة إن حملة بي دي إس وبعد سبع سنوات من الضغط على الشركة الفرنسية نجحت في جعلها تسحب استثماراتها كافة سواء في مشروع القطاع الخفيف أو مشاريع اقتصادية أخرى مرتبطة بمستوطنات الضفة الغربية والقدس والجولان قائلا لم نتمكن حتى اللحظه من حصر قيمه استثمارات شركه فيوليا لكنها تقدر بالملايين وهذه القيمه تضاف الى مليارات وهي عباره عن خسائر اسرائيل بسبب بي دي اس. يذكر ان الاتحاد الاوروبي بدا منذ مطلع العام الماضي بشكل رسمي مقاطعه المستوطنات الصهيونيه تجاريا واكاديميا واستثماريا كما بدات دوائر الجمارك في الدول الاتحاد بوسم تمييز منتجات المستوطنات لتكون واضحه امام المستهلكين. مطالبات بريطانيه باعتقال نتنياهو خلال زيارته لندن. وقع نحو 90 الف شخص عريضه تدعو الى اعتقال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو اثناء زيارته لندن الشهر المقبل بتهمه ارتكابه جرائم حرب ومن المحتمل ان يناقش البرلمان البريطاني هذه العريضه اذ بلغ عدد الموقعين 100 الف. وتقول العريضه التي اطلقها المواطن البريطاني داميان موران انه بموجب القانون الدولي يجب اعتقال نتنياهو لدى وصوله الى المملكه المتحده بتهمه ارتكاب جرائم حرب في المجزره التي قتل فيها ألف شخص في 2014 في اشاره الى العدوان الصهيوني على قطاع غزه العام الماضي. واطلق موران هذه العريضه في وقت سابق من الشهر الجاري ونشرها على موقع البرلمان على الانترنت. وإذا وصل عدد الموقعين عليها إلى مئة ألف شخص فسيجري البحث في إمكانية مناقشتها في البرلمان البريطاني لكن الناشط البريطاني صرح للإعلام بأنه يشك في وصول العريضة إلى البرلمان نظراً للعلاقات الوثيقة بين الاحتلال وبريطانيا وكتبت العريضة على موقعها الإلكتروني وفقاً للقوانين الدولية والبريطانية فأن الأشخاص مثل نتنياهو لديهم حصانة والزيارة لا يمكن أن تؤدي إلى اعتقاله ام حيران مستمره ايضا في نضالها ضد التهويد فقد بدات السلطات الاسرائيليه من خلال ما يسمى الككال بعمليات التجريف لاقامه مستوطنه حيران اليهوديه على انقاض القريه العربيه أم الحيران، وقد عمد الاحتلال إلى شق شارع مستوطنة حيران وسط حراسة شرطة الاحتلال، وتنكر المحاكم والسلطات العدو حق العرب الفلسطينيين وتؤيد التضييق عليهم. المفارقة أن المقاول الذي تم تحويل عمليات التجريف له هو من عرب النقب، حيث عبر أحد السكان المحليين عن استنكاره لاستغلال السلطات للمقاولين العرب في عمليات تمارس على أهلهم، قائلاً: هذا استمرار لسياسة فرق تسد. كشفت مصادر فلسطينيه في كيان العدو عن اسلوب جديد تستخدمه بلديات الاحتلال في مختلف المناطق للسيطره على مزيد من الاراضي الفلسطينيه عبر اقامه حدائق مؤقته في القدس المحتله. التهويد مستمر ويقدم اخر ما تبقى من الاحياء الفلسطينيه. لا تزال سياسة التهويد التي تنتهجها قيادة الاحتلال بشكل منتظم منظم متواصلة فيما تحاول اللجان الشعبية الفلسطينية التصدي لها. وفي محاولة جديدة شرعت أجهزة الاحتلال بمخطط لتهويد حي العجم التاريخي في يافا المحتلة وهو آخر ما تبقى من الأحياء الفلسطينية في المدينة التي احتلها الكيان الصهيوني عام 48 وهو من أكبر الأحياء الفلسطينية في يافا واللد والرمح. وقد نظمت اللجنة الشعبية في يافا والتي تتألف من كل الحركات والأحزاب والمؤسسات وقفة احتجاجية مطلع الأسبوع رفضا لمشروع استيطاني تعتزم شركة إسرائيلية تنفيذه في قلب الحي. هذه البقعة التي لطالما حملت طابعا عربيا حضاريا وتراثيا واضحا على الرغم من مرور 67 عاما على احتلال يافا ونكبة فلسطين. والمشروع التهويدي الذي يستهدف الحي يهدف لبناء خمسين وحده سكنيه على ارض في قلب الحي كانت تملكها عائله فلسطينيه قبل ان تصادرها بلديه الاحتلال ويشترط المشروع عدم القبول ببيع اي من هذه الوحدات الاستيطانيه للفلسطينيين وطبعا هذا المشروع ليس الاول من نوعه في يافا إسرائيل تنشر وثائق من عام 1969 حول سعيها للتزود بالنووي بعد أيام قليلة من الاتفاقية النووية مع إيران في رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بنياتها النووية كشفت وثائق رسمية نشرها قسم التاريخ والوثائق في وزارة الخارجية الأمريكية من عام 69 أن كيان الاحتلال خطط لتزويد عشرة صواريخ أرض أرض موجودة لديه برؤوس نووية حتى عام 70 بحسب وثيقة كتبها رئيس المجلس القومي الأمريكي ومهندس السياسة الأمريكية الخارجية هنري كيسنجر وتظهر الوثائق أن أمريكا طلبت من الكيان تعهدا مكتوبا بعدم تزويد صواريخ برؤوس نووية تم تمريره للحكومه الاسرائيليه التي اجابت بدورها برساله مررتها من خلال نائب وزير الحرب حينها شمعون بيريز نصت على ان اسرائيل لن تكون الاولى التي تدخل السلاح النووي الى الشرق الاوسط، وعلى الرغم من ان وزاره الخارجيه نشرت الوثائق ضمن نشرها لوثائق تاريخيه عديده بمرور خمسين عاما عليها، الا انه بحسب صحيفه معاريف فان هناك تخوفات اسرائيليه من ان تكون الوثائق نشرت في هذا الوقت تحديدا للتأثير في المعركة التي تدور بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الاتفاق النووي الإيراني. من جهة ثانية أشارت تقارير عبرية إلى أنه يسود خوف في كيان العدو من أنه في أعقاب الاتفاق النووي الذي توصلت إليه الدول الكبرى مع إيران فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تتخذ قرارا بفرض رقابة دولية على الأنشطة النووية الإسرائيلية وخصوصا على مفاعل ديمون النووي. في اواخر شهر آب من عام 78 افتتح رئيس مجلس الوزراء الاسرائيلي العشرات من المناقشات السريه للبحث في النووي العراقي بعد بضعه اشهر وقع انفجار في مستودع تخزين بالمفاعل النووي العراقي وتضررت اجزاء منه بشده يوم ذاك تكهن العديد بان عملاء الموساد هم وراء هذا التفجير وبعد عام واحد من هذه الحادثة تحديدا في حزيران عام ثمانين قتل العالم النووي المصري يحيى المشد الذي كان يعمل مع العراقيين في برنامجهم من في برنامجه من النووي الاحتلال كشف هذه المعلومات أخيرا وأظهر بالوثائق كيف قصف المفاعل النووي العراقي في عهد الرئيس صدام حسين بعد 34 عاما كشف الاحتلال الاسرائيلي تفاصيل قصف قواته الجويه للمفاعل النووي العراقي في عهد الرئيس الراحل صدام حسين في عمليه اطلق عليها اسم اوبرا بعد ظهر يوم الجمعه في السابع من حزيران عام 81 صحيفه يدعوت احرونوت التي انفردت بنشر تفاصيل العمليه كشفت انه قد سبق تنفيذها لقاء دراماتيكي سري بين رئيس الكيان انذاك شيمون باريز ورئيس الوزراء مناحيم بيجن العملية بحسب الصحيفة العبرية تمت بمشاركة ثمان طائرات حربية متطورة حصلت عليها تل أبيب من الولايات المتحدة مشيرة إلى أن رئيس هيئة الأركان العامة حينها أطلع الطيارين علي المهمة واكد لهم انه اذا فشلت فان بقاء اسرائيل على قيد الحياه سيكون في خطر واوضحت يدعوت ان العمليه اوبرا شارك فيها سرب المقاتلات الحربيه الاسرائيليه من طراز اف15 واف16 حيث انطلقت من قاعده عسكريه اسرائيليه بشبه جزيره سيناء بارتفاع منخفض جدا لتدمير المفاعل النووي العراقي قبل الانتخابات العامه ولفتت يدعوت الى ان العمليه لم تستغرق وقتا طويلا حيث عادت المقاتلات بعد ساعتين تقريبا بعد ان استغرقت دقيقتين فقط في اطلاق 16 قذيفه اصابت 14 منها هدفها بدقه ولكن من دون ان ينهار المبنى الذي تعرض الى اضرار كبيره واوضحت الصحيفه ان اوبرا كان قد جرى التخطيط لها منذ فتره طويله تحديدا منذ عام 74 عندما بدا الرئيس العراقي صدام حسين في بناء منشاه نوويه تبعد حوالي 20 ميلا من بغداد بمساعده تقنيه من الحكومه الفرنسيه. وفي ذلك الوقت تسربت معلومات الى جهاز الموساد عبر عملائه في العراق وفرنسا بان المنشاه ستكون قادره على الوصول الى المستوى المطلوب لتخصيب اليورانيوم وصناعه قنبله نوويه في غضون خمس الى سبع سنوات في اللغة العبرية لهذا الأسبوع اخترنا لكم كلمات تطبيع ذعر صدامات تطبيع نورماليزاتسيا نورماليزاتسيا ذعر بانيكا بانيكا صدامات عيموتيم عيموتيم ختام حلقتنا من أعرف عدوك إلى اللقاء